الله يبارك له بقى، يا ريت نسمع حكاية النجم العظيم اللي حكى عنه الفنان خالد كمال ونترحم عليه. الفنان خالد كمال اللي عمل دور مميز جدا في مسلسل تحت الوصاية، كان عمل دور شخصية اسمها حمدي اللي كان مساعد للفنانة منى زكي على المركب. بيحكي ان هو خارج في بدايات حياته من معهد العالي للفنون المسرحية، تمشى لحد شارع الهرم عشان يركب تاكسي. فركب التاكسي فوجئ لقى واحدة ست هي اللي بتسوق التاكسي. هو من عادته ان هو يدردش مع الناس ويتبادل معهم اطراف الحديث، عشان ده بيوجد له مخزون يستفيد منه بعد كده في الشخصيات اللي بيقدم. فبيقول للست اللي بتسوق التاكسي: ايه اخبارك، عاملة ايه؟ قالت له: الحمد لله، فضل ونعمة وستر. فقال لها: اشمعنى اخترتي مهنة السواقة؟ قالت له: هي دي المهنة الوحيدة اللي انا متعلمها، وانا جوزي توفى وساب لي 6 ولاد، والله يبارك له بقى هو اللي يصل لي موضوع سواقة التاكسي ده. قال لها: مين الله يبارك له ده؟ قالت له: الفنان العظيم نور الشريف. انا بعد الوفاة كنت ماشية في مكان، فوجئت لقيت مكان تصوير لسينما وبيصور النجم نور الشريف، فحاولت ان انا اتدخل عشان اكلمه اطلب المساعدة، الا ان في ناس حشوني ومنعوني ان انا اوصل له. فهو استشعر ان في زحام وفي كلام، حد عايز يقابله، فلمح، فطلب من الناس اللي منعنا ان يدخلوها يشوفها محتاجة ايه. حكت له الظرف اللي هي فيه وانها مسؤولة عن 6 ولاد. قال لها: انت بتعرفي تعملي ايه؟ قالت له: انا بعرف اسوق عربية. قال لها: نتقابل. جاب لها تاكسي، خلص لها اجراءات الترخيص بتاعة التاكسي، واصبح ده مصدر الدخل الوحيد اللي بتصرف منه على ولادها. رحمة الله على الفنان العظيم نور الشريف، ومتع الله الفنان خالد كمال بالصحة والعافية، لأن ذكرنا بالمواقف العظيمة للفنان الكبير نور الشريف.